رعاية وبنوصل للملاعب العربية والإفريقية، لكن قبل ما نبتدي في جولتنا الإخبارية أحب أفكركم بالتواصل معنا عن طريق الـSMS ورقم بيظهر أسفل الشاشة. شاركوا معنا بتوقعاتكم لمباراتي غد الأهلي مع المقاولون والزمالك مع الحرس. ونروح لأخبارنا العربية والإفريقية والصراع بين الأهلي والرجاء والترجي على التعاقد مع مراد بتنا مهاجم الفتح الرباطي. كشفت تقارير صحفية مغربية عن أن أندية الأهلي والرجاء البيضاوي والترجي التونسي تتصارع على ضم مراد بتنا مهاجم فريق الفتح الرباطي المغربي ابتداء من الموسم الكروي الجديد. يذكر أن مراد بتنا أحد أبرز مهاجمي فريق الفتح الرباطي، وظهر بمستوى متميز أمام الزمالك في إياب دور الـ16 بالكونفدرالية الذي جمع الفريقين مؤخرا وانتهى بالتعادل السلبي. ولسه مكملين أخبارنا العربية من المغرب، والمغرب التطواني يستفسر عن الأهلي عن مباراة الإياب في بطولة دوري أبطال إفريقيا. أرسل نادي المغرب التطواني خطابا للنادي الأهلي يستفسر فيه عن الاستاد الذي سيستضيف مباراة العودة بين الفريقين يوم 2 مايو المقبل في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا. ورغم أن الأهلي سبق أن حدد ملعب بتروسبورت لاستضافة اللقاء، إلا أن الأحمر عاد وطلب إقامة اللقاء باستاد القاهرة بسبب ضيق ملعب بتروسبورت وشكوى الجهاز الفني للفريق بقيادة جاريدو ملعب بتروسبورت. وفشل مفاوضات أم صلالة القطري لضم محسن ياجور. فشلت المفاوضات بين ناديي المغرب التطواني وأم صلالة القطري من أجل انتقال مهاجم الفريق المغربي محسن ياجور للدوري القطري بداية من الموسم المقبل. وأشارت تقارير صحفية أن فشل الصفقة جاء بعد طلب نادي المغرب التطواني مبلغ يفوق المبلغ المنصوص في عقد اللاعب لفسخ تعاقده، وهو ما جعل أم صلال يتراجع عن الصفقة. ونروح لأخبارنا العربية من السعودية، والاتحاد السعودي يؤجل مباراة أهلي جدة والفتح بسبب الأحوال الجوية. قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم تأجيل مباراة الأهلي الذي يضم الظهير الأيسر للمنتخب الوطني محمد عبد الشافي مع فريق الفتح التي كان من المقرر إقامتها اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 للدوري السعودي. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد السعودي فإنه تم تأجيل المباراة 48 ساعة لتقام مساء الثلاثاء القادم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك بسبب ظروف الطيران التي تأثرت بالأحوال الجوية. يذكر أن فريق الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 55 نقطة، فيما يحتل الفتح المركز السابع برصيد 27 نقطة. مشاهدينا دلوقتي بنوصل لنهاية جولتنا الإخبارية الثانية، وهي جولة الأخبار العربية والإفريقية، ونطلع لفاصل. لكن قبل الفاصل أحب أفكركم بالتواصل معنا عن طريق الـSMS ورقم بيظهر أسفل الشاشة. شاركوا معنا بتوقعاتكم لمباراتي غد الأهلي مع المقاولون والزمالك مع الحرس. نطلع لفاصل ونرجع تاني مع الأخبار العالمية، ابقوا معنا.